رئيسا اللجنة الأولمبية، اللي بيحصل في الوسط ما إلا فتنة، وأنا بقول الفتنة أشد من القتل، ويجب أن احنا نفكر فيها. وبقول دايما إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكملها يعني اللي أنا عايز أقوله، أنا ما فيش خلاف بيني وبين خالد عبد العزيز، وهذا الكلام أنا يعني طلعوا كلام خالد زين أصله مغضوب عليه، مغضوب عليا إزاي؟ طب أنا في احتفالات الرئاسة موجود في كل موقع، ورئيس نادي مستشار الدولة، وبقول في 3100 مستشار نازلين انتخابات مجلس الشعب، وأنا رئيس غرفة عمليات هنا. يعني الكلام اللي بيتقال كلام واحد فاسق. الكلام اللي بيتقال من رئيس اتحاد معني وهو يعلم نفسه فاسق، لأنه ملفاته كتير وعندي، لكن أنا مش عايز أعمل قلق. لكن لو تمادى في اللي هو فيه، أنا راجل قانون وهاخد حقي بالقانون.